جهود دبلوماسية حثيثة يقودها الأمين العام للأمم المتحدة لحلحلة الصراع الروسي الأوكراني في لقاء جمعه برئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف بموسكو التي يزورها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة. دعا أنطونيو غوتيريش إلى تغليب لغة الحوار ووقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب الآجال. Know that we have today in facing the complex situation. أعلم أننا نواجه اليوم وضعا معقدا في أوكرانيا، لكن هذا لا يحد من احتمالات إجراء حوار جاد للغاية حول أفضل السبل التي يمكننا من خلالها العمل لتقليل معاناة الناس. نحن مهتمون للغاية بإيجاد طرق من أجل تهيئة الظروف لحوار فعال ووقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. تتضمن زيارة غوتيريش إلى روسيا لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأسبوع الماضي. وعشية زيارته إلى موسكو التقى الأمين العام الأممي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ومن المقرر أن يلتقي الخميس المقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف عقب مغادرته موسكو. اجتماعات تروم بحث الخطوات العاجلة التي تهدف إلى إحلال السلام، إذ يتزامن برنامج زيارة غوتيريش مع استمرار المعارك على عدة جبهات في الشرق والجنوب الأوكراني وتجد تجدد القصف الروسي على مناطق بينها خاركيف وزاباروجيا مخلفاً المزيد من الضحايا المدنيين. وفي إطار التصعيد قامت روسيا بمهاجمة منشآت للسكك الحديدية تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الحيوية إلى أوكرانيا. هجمت روسيا على خطوط الإمداد بدأت مع وصول أنظمة المدفعية الثقيلة والدبابات والمدرعات إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية تصل قيمتها إلى حوالي مليار دولار.